صباح الخير يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام يا احلى ناس. حبايبي الكرام، مثل ما انتم شايفين القهوه معي والوضع لوز اللوز، عم نتسمع على فيروس. اوكي حبايبي، لايك اليوم شباب ما راح يكون فيه هبل. الشيء اليوم الموجود شباب انه راح ندخل على اللعبه مثل ما انتم شايفين، ونزل متجر الحظ الهاكر اللي ما اعرف ليش يعني عملوا شباب، يعني انه اسمه كان هو قبل متجر الهكر، بس ما اعرف ليش هيك عملوا متجر الحظ. اوكي حبايبي، اني واي شباب، اذا انتم شفت المقطع، اذا انت فايق بكير مثلي وداخل ب 60 حياه وشايف مقطع، لا تنسى تحط لنا زر اللايك والشير وتفعل زر الجرس. وخلينا نبلش شباب نشوف المتجر، وضع المتجر. طبعا شباب مثل ما انتم شايفين هون الكل راح يختار هاي يعني حبايبي لازم تختاروا هدية من هون، لا مو هدية، لك الجائزة. اوكي الجائزة الكبرى والجائزة الإضافية. طبعا شباب بالنسبة للباقية أنا عندي إياهم ما راح ما ينفعوني، أنا راح أجيب السكين اللي نزل جديد، شيء أكيد طبعا. اوكي عندنا هون الجائزة الإضافية، ليتس جو نختار هاي. شباب استغفر شو الاسم؟ هزمة الكوي المعرف شو؟ هزمة الكوي حزمة كويل محظوظ. اوكي اوكي هو كمان محظوظ. اوكي بنشوف هل راح يصير يعني يكون حظه معنا او نجيبه قبل 921 جوهرة او لازم نشحن يعني. اوكي لنشوف هون شو لازم نشتري. اوكي شباب في عندي اوكي الوشم الرجالي هذا يمكن ما عندي يا شباب، راح اروح بسرعة اشوفه وارجع لكم. يا حلوين خلوكم معي لا تروح، شوف الوشم هذا شباب ما اعرف اذا عندي اياه. اوكي نعمل استعراض صاري للحساب، عني عن قريب شباب راح اعمل لكم استعراض، اذا بدكم نعمل استعراض جديد شباب للحساب اكتبوا لنا بالتعليقات يا اساطير. وين وضعه هذا معلم؟ وين؟ عندي اياه. اوكي شباب عندي اياه، معناتها راح نروح نختار اي شيء موجود بالمتجر. يا حبيبي وضع لوز اللوز اللوز، او لا تعرف شو راح اختار بطاقه تغيير اسم احسن. يلا بنقول بس بعمل تاكيد ليتس جو. طبعا شباب قبل بكل شيء نرجع لورا كمان مره ثانيه شباب، عندنا هون اللي اسمه ال تبع نمبر رقم الحظ يعني او ما اعرف شو اسمه شباب، تدخل على هذا الحدث. اوكي طبعا شباب ما بعرف اذا انتم استخدمتوا هذا الحدث ولا لا، بس انا يعني ما بعرف لازال حسب هذا الحدث بينحسب يوميا على حسب اعتقادي شباب اذا انا غلطان. هل ممكن معك تختار رقم الحظ وممكن تربح يعني ترجع تعمل استراد نقدي حتى 200% للجواهر اللي استخدمها. اوكي نرجع للمتجر التعبان هذاك. وينو؟ وينو؟ ليكو يلا ليتس جو. لوز اللوز لوز اللوز برو. اوكي نعمل اول ضربه شباب لعيون الفايق بخير ولعيون فيروس. يلا ليتس جو. ابلع. لا مستحيل شباب، تعرفوا ليش؟ لانه اول تسعة يعني جيت يعني جيت اخذت الجائزة اللي قبل الكبرى، هل يا ترى ممكن احصل عليه؟ زفت زفت يلا 150 ابلع. يا زلمي يا زلمي اقسم بالله حبايبي يعني ما بعرف ما بعرف. طب ليش هذا الوحيد اللي عم بيمشي من فوق والتحتين واقفين؟ يلا بسم الله ليتس جو. الزلمه انقلع الزلمه انقلع شباب، انا بعرف الحظ بيض وبعرف انه لازم نشحن الجوهر. يلا خلينا ناخذ الاي دي حبايبنا، بعرف الحظ بيض صباحا يعني شباب ما في ما في ما في مره واحده صارت معي اخذت حصلت على الشيء هذاك قبل اخر لفه. يلا ناخذ الاي دي موجود على اليمين، نشحن شويه جواهر حبايبنا ونشوف الوضع اذا لوز ولا مش لوز. يلا هات هون تاك ليتس جو. يمينين يلا سند كود، خلي يبعث لنا الكود شباب. هذا هو 0 3 8 9 5. ابلع. اوكي شباب في شيء كثير مهم بالشحن التراكمي بدي اروح اجيبه. اوكي اللي هو هذا وضعنا لوز اللوز، وضعنا لوز اللوز حبايبنا الكرام. يلا نرجع على هذا الحدث. يا سلام شباب اعطونا لكم الفيديو اليوم، ها صراحة يعني لانه الصراحه شباب ما مثل ما كتبت لكم بالبدايه اعطونا لكم بالفيديو اليوم.
لا يا زلمه شو هذا الحظ البيت شباب، يعني باقي لي 100 يا زلمه، والله حرام عليكم، والله حرام عليكم. لازم نرجع نشحن. شايفين شباب؟ شايفين ولا لا؟ الحظ بيض. الله يا زلمه بعث لنا الكود يا زلمه، خلينا نجرب الكود القديم. تم. يلا نعمل ريفرش. ابرع. هذا السكين شباب كنت منتظره من الصراحه، كثير حابب هذا السكين لانه كنت منتظره من زمان. شباب وسلمني على صاحبك. هذا الحدث شباب، هذا السكين ما اعرف اذا كنتوا عم تتابعوني من زمان او لا، بس اذا مش متابعني تابعني حبايبي. هذا السكين شباب نزلت عليه تسريبات، نزلت عليه تسريبات ونزل، يعني شيء موثوق، مصدر مش معاق. اوكي وين راح؟ هنفتحه بدنا نشوف شكله يا زلمه. اوكي الشعرات، الشعرات اسطوريه، الشعرات اسطوريه شباب. هذول الشعر، الشعرات عن جد اسطوريه، الشعر عن جد شيء لوز له الشعرات. بس خلينا نشيل هذا الزفت اللي ورا يا زلمه، نحط سكسوكي، نحط هاي هيك. اوكي شباب هون اللي هو الجاكيت. يا سلام شباب، بدي ادخل بسرعه اجربه، بدي ادخل بسرعه اجربه لانه بس انا شيء مو عاجبني الحذاء. نشوف جوين ذا باتل. حذاء كبير شباب، بيعملوا ما بيعملوا احذية كبيرة شباب، ما بعرف ليش، ما بعرف ليش بيعملوا احذية كبيرة لهالدرجة يعني. اوكي حبيبي خلينا ندخل نشوف نجرب شايف الوضع. اوه عن جد مثل ما توقعت يكون حلو، حتى مع السيف شباب، شايفين السيف ما احلى. خلينا نشوف اللعب شلون صاير الوضع. وهذا ما تبحثوا شباب، الوضع لوس. لا نفسي مرتاح، خلينا ندخل نشوف باللعب شباب، ندخل شوي تحت التدريب، نجيب نسلم على الشباب الموجودين هيك، نصبح عليهم الموجودين بالساحة الهذاك الهذاكي. اوكي تعال نبلش شباب، خلينا ناخذ شفة قهوة. طول بالك معلم، طول بالك معلم، طول بالك وراي. ايه حجي طول بالك يا زلمة، شبك وينك؟ وهذا قاعد فوق معلم، تعال. ها هلا هلا ايه بلا بلاش يضربوني. طيب معلم ما تفرق عليك معلم، ها شو عم كمبر هذا، كمبر شو كمبر، شو كمبر، كمبر يخرب بيت ستك. تعال 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 تعال. هذا شو صار فوق؟ كل شيء اصفر من الصبح شباب. تعالوا تعال 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 تعال. ايه هذاك وين؟ هذاك وين؟ هذاك وين؟ تعالوا يا ولد. هلا هلا مش عارف. الهيد شوت، الهيد شوت اسطوري، الهيد شوت عشوائي. هذول هلا شباب عشوائي. لا يا كلب لا يا كلب. لا لا شباب لا لا شباب شباب بدي اوقف، بدي اوقف. اوكي بدي اوقف لهون شباب. حبايبنا الكرام هي بيكون تمام مقطعنا اليوم حبايبنا، ان شاء الله عجبكم المقطع شباب. بدي اروح اكمل قهوتي اوكي، واكتبوا بالتعليقات اذا انتم نفس الشيء عم تشربوا القهوه وما تشوفوا فيديوهات اوكي. اني واي شباب المهم حبايبنا اللي مش مشترك يشترك، واللي مش مفعل زر الجرس يفعل زر الجرس. راحتكم القهوه باقي شوي، بدي اكمله وانا برفع الفيديو. اوكي تشوفوا.